اه داليا. داليا مين بقى يا استاذ؟ امال انكل منير ليه بيقول انك ما بتحبش البنات؟ اه انسه ميرفت، اهلا وسهلا. معلش اصل انا افتكرتك داليا اختي، اصلها مسافره. اه لا لا، هي بتشتغل مضيفه في شركه طيران. خير، في حاجه؟ ما هو مش معقول اكون بكلمك عشان عملت حادثه تانية، دي حتى تبقى رزاله مني قوي. لا انا بكلمك عشان اشكرك على اللي عملته معايا. بتروح نادي الشرطة؟ يعني أنا أحيانا بروح أتغدى هناك. كنت عايزة أرد لك اللي أنت عملته معايا. إيه؟ هترفض عزومتي؟